بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم طلاب الأعزاء؟ رجعنا لكم مرة أخرى، إذا نكمل سواء سلسلة شرح مساق نظرية المجموعات اللي هو سيت ثيوري. إذا اليوم معانا فيديو جديد، تشابتر جديد وموضوع جديد. اليوم إن شاء الله بنبلش بتشابتر 2 اللي هو البروفس. إذا اليوم بدنا نبلش بالإيش؟ بالتشابتر الجديد. البروفس بالعربي البراهين الرياضية. وأول شيء بدنا نحكي، بدنا ناخذ إنترودكشن ومقدمة حتى نهيئ نفسنا عن البراهين الرياضية ونستخدم أمثلة لاحقا. فبالبداية ركزوا معي، بدنا ناخذ Nature of Proofs in Mathematics، طبيعة البراهين في الرياضيات. نبدأ بالشرح مباشرة، وأول نقطة معنا اليوم To prove a mathematical statement do the following steps. بحكي لنا إذا بدك تثبت عبارة رياضية أو نظرية قم بالخطوات الآتية. في عندنا خطوتين I و II. الخطوة الأولى بحكي لنا Decide for yourself if you think the statement is true or false. إذا أول خطوة بدنا نقوم فيها إنك بدك تقرر بنفسك أنت وتضمر إذا كنت بتعتقد إنه هاي العبارة صحيحة أو خاطئة. الآن بعد ما أنت قررت بنفسك وعرفت إنها صحيحة أو خاطئة وكان عندك حدث معين، بدك تقوم بالخطوة الثانية. الخطوة الثانية بتحكي لنا Write down the argument you would use to convince someone else about your decision. إذا بدك تكتب جملة البرهان أو الحجة، بصير نكتب عنها الحجة أو التبرير الذي أنت سوف تستخدمه لإقناع شخص آخر عن قرارك بصحة أو خطأ هذه العبارة الرياضية. إذا إحنا معانا عبارة رياضية قررنا عنها إنها صحيحة أو خاطئة. إذا بنقرر بنعرف شو هي، بعدين إيش بنعمل؟ بنكتب الحجة أو البرهان اللي بدنا نستخدمه حتى نقنع أي شخص آخر بقرارنا هذا إذا كانت صحيحة أو خاطئة. طيب للتوضيح أكثر بدنا نروح على example. بحكي لنا for example consider the next statement. إذا معنا عبارة هي باللون الأزرق، طلعوا معي the sum of two even numbers is even number. شو معناها؟ يعني مجموع عددين زوجيين هو عدد زوجي. طبعا كلنا بنعرف إنه هاي الجملة صحيحة، ولكن بدنا إيش نناقشها ونناقش كيف إثباتها رياضيا. بحكي لنا بمعنى آخر، إذا بالرموز إيش هاي بتنحكى؟ if m and n belongs to e، يعني إذا عندنا m و n أعداد زوجية then m plus n ينتمي إلى e، يعني مجموع هذول العددين m و n أيضا عدد زوجي. هذا بالرموز الرياضية فقط لا غير. الآن شو بكمل الشرح بحكي لنا now consider the following arguments. إذا الآن بدنا نتأمل عدة حجج أو براهين لأشخاص معينين اللي هم argument 1 argument 2 لحد argument 6. بحكي لنا and then decide which one do you find the most convincing، يعني بقول لك قرر أيها من هذول الأرجومنتس والحجج أنت بتعتبرها أكثر إقناعا، and which one do you think is acceptable as a proof in mathematics، وقرر أنه أيها من هذول أنت بتقدر تعتبرها برهان رياضي وبتقبله كبرهان رياضي. طيب حتى نجاوب على هذول الأسئلة بدنا نشوف شيء الأرجومنتس ونناقشها سوا. argument 1 التبرير الأول أو الحجة الأولى. إذا في شخص بده يجاوب لنا على هاي النظرية ويقول لنا ليش هي true. شو بيحكي لنا؟ we know from our experience with numbers that even plus even makes even. إذا شو بيحكي لنا هذا الشخص الأول؟ بقنعنا بهاي النظرية، بقول لنا إنه إحنا بنعرف من خبرتنا بالرياضيات وبالأعداد إنه إذا جمعنا عدد زوجي وعدد زوجي يكون الجواب عدد زوجي. فشو رأيكو؟ هل هذا الكلام مقنع؟ بيقدر يقنع أي شخص آخر بكلامه هذا؟ هل بنقبل كلامه هذا كإثبات رياضي؟ طيب نشوف argument 2. إذا شخص آخر شو بقول؟ since 2 plus 6 is equal to 8 14 plus 22 is equal to 36 106 plus 312 is equal to 418 so we see that even plus even is even. إذا شو بيحكي لنا هذا؟ بما أنه 2 زائد 6 يساوي 8 عددين زوجيين مجموعهم زوجي، 14 زائد 22 يساوي 36 عددين زوجيين مجموعهم زوجي. وعشان يعمل حاله أنه يعني عممها راح تنقى أرقام كبيرة 106 و 312 عددين زوجيين، جمعهم طلع مع الجواب أيضا عدد زوجي. شو بيحكي؟ So we see that even plus even is even. إذا بيحكي لذلك شايفين إحنا أنه عدد زوجي زائد عدد زوجي بيعطيني عدد زوجي. ثم شو رأيكم بهذا الكلام؟ هل هو كافي؟ إذا هذا أثبت لنا إياها بأمثلة. هل كلامه كافي؟ هل بقنع أي شخص آخر بكلامه؟ هل بنقدر نعتبر كلامه إثبات رياضي سليم؟ طيب نروح على argument 3.
الثالث شو بحكي لنا؟ if m and n are even numbers then they are divisible by 2 and the same is true for m plus n therefore m plus n is an even number. إذا شو بحكي لنا هذا الشخص الثالث؟ إذا كانت m وn أعداد زوجية معناته الاثنين قابل للقسم على اثنين، يعني كل من m وn يقبل القسم على اثنين، وبحكي لنا إنه نفس الإشي راح يكون صحيح للعدد m زائد n، يعني هذا ما دام بيقبل عددين بيقبل القسمة على اثنين معناته مجموعهم أكيد بيقبل القسمة على اثنين. إذا m plus n is an even number، إذا m زائد n يمثل عددا زوجيا. فما شو رأيك؟ هل هذا كلام أفضل؟ جاب إشي زيادة؟ هل كلام مقنع؟ إثبات رياضي سليم؟ طيب نشوف 4 و 5 و 6 على السريع. argument 4 we can write m يساوي 2x and n يساوي 2y so m زائد n يساوي 2 في x زائد y. إذا هذا شو بقول؟ إنه إحنا بنقدر نكتب m على الشكل 2x والعدد n على الشكل 2y، طبعا مش محدد إنه x و y ينتمي إلى z. إذا m زائد n بنقدر نكتبه على الشكل 2 في x زائد y. هل كلامه بتحس كافي مقنع؟ يعني ممكن بده إيش تفاصيل زيادة حتى يكون كلامه سليم، صح ولا لا؟ argument 5 the statement is probably true but we can never be completely sure because there are infinitely many even numbers. إذا هذا الشخص الخامس بحكي لنا إنه هاي الجملة أو العبارة الرياضية ربما هي صحيحة وعلى الأغلب صحيحة، لكن لا نستطيع، يعني هو هيك بحكي، لا نستطيع إنه نثبت ونتأكد من ذلك بشكل كامل لأنه هناك عندنا عدد لا نهائي من حالات الأعداد الزوجية. يعني بحكي لنا إنه عدد الحالات الزوجية لمجموع عددين زوجيين حالات غير منتهية، فما بنقدر نثبتها، مستحيل مستحيل، فما بنقدر نثبتها مطلقا. هيك رأيه، شو رأيك فيه؟ شوفوا argument 6 if m and n are even then m is equal to 2x and n is equal to 2y where x and y are integers then m plus n is equal to 2x plus 2y is equal to 2 times x plus y so m plus n has the form 2k where k is an integer and hence it is an even number. إذا هذا الشخص شو بحكي لنا؟ إذا كان m وn أعدادا زوجية معناته ال m بقدر أكتبها على شكل 2x و n بكتبها على شكل 2y وكاتب حيث x و y are integers. إذا x و y منين جايبينهن؟ من إيش؟ من integers، من z. طيب بحكي لنا إذا m زائد n يعني 2x plus 2y، إذا m زائد n 2x زائد plus 2y باخذ اثنين عامل مشترك بصير 2 في x زائد y. x زائد y مجموع عددين ان زد راح يكون وين؟ في زد. So m زائد n has the form 2k where k is an integer. اذا بحكي لنا انه x زائد y ينتمي الى زد. And hence it is an even number. وبالتالي هو يكون عددا زوجيا. شو رايكم بهذول الارجيومنتس والحجج والبراهين؟ مين اكثر واحد مقنع ويمكن اعتباره اثبات رياضي سليم؟ أكيد argument 6 أكثر شيء مقنع وإثبات رياضي سليم 100%. هذا بالنسبة لحد الآن. طيب يا طلاب الأعزاء نكمل، في عندنا remarks بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى معنا بحكي لنا there are many ways to prove a mathematical statement، إذا بحكي لنا هناك عدة طرق مختلفة حتى نثبت عبارة رياضية. النقطة الثانية the practice is needed when choosing the technique of the proof، إذا بحكي لنا أنت بحاجة إلى الممارسة حتى تعرف تختار التقنية اللي بدك تستخدمها للبرهان الرياضي. إذا الممارسة مهمة، كل ما مارست أكثر وحليت أمثلة أكثر أكيد راح يصير عندك خبرة كيف تستخدم البرهان الرياضي المناسب والتقنية المناسبة في برهانك. النقطة الثالثة sometimes you can use different valid techniques to prove the same statement، إذا بحكينا في بعض الأحيان يمكنك أن تستخدم عدة تقنيات مختلفة لإثبات نفس الإيش؟ العبارة الرياضية. يعني بتقدر تستخدم أكثر من طريقة حتى تثبت نظرية معينة وكلها بتؤدي إلى نفس الغرض والإجابة. رابع نقطة معنا the techniques of proof is divided to two groups، إذا إحنا بنقسم تقنيات البراهين، يعني في عندنا عدة طرق وتقنيات للبرهان الرياضي بنقسمهم لتو groups، يعني قسمين من التقنيات الرياضية. القسم الأول الدايركت بروف والإندايركت بروف. إذا عندنا نوعين دايركت والإندايركت، أنواع أقسام البراهين الرياضية. طيب رابع نقطة معنا
Both of the two groups of techniques of the proof may also include additional tools to reach the required conclusion. For example, a proof by cases النوع الثاني mathematical induction. إذا شو بحكي لنا؟ إنه حكينا إنه في قسمين للإثبات الرياضي، قسمين للتقنيات الدايركت والإندايركت. بحكي لنا هذول القسمين من التقنيات للبراهين، من تقنيات البراهين الرياضية، ممكن أيضا إنها تحتوي وتتضمن عدة أدوات إضافية من الإثبات to reach the required conclusion، للوصول إلى النتيجة المطلوبة. على سبيل المثال يعني من الأمثلة على هذول الأدوات الإضافية للبرهان اللي proof by cases والماثماتيكال اندكشن. proof by cases اللي هو البرهان بالحالات لما يكون عندنا حالات مختلفة. النوع الثاني الماثماتيكال اندكشن أو يدعى بالعربي الاستقراء الرياضي. في عندنا هون لخصت لكم بخريطة مفاهيمية شو أقسام البروفس. في عندنا احنا حكينا ثلاث أقسام رئيسية، القسم الأول دايركت بروف، الإندايركت بروف، وفي قسم احنا ما حكينا عنه لكن هو يعتبر أداة مساعدة للإثبات الرياضي اللي هو الماثماتيكال اندكشن. فعندنا الدايركت والإندايركت والماثماتيكال اندكشن. الإندايركت بروف بيقولوا له الكونتراديكشن اللي هو الإثبات بالتناقض، كيف أثبت بالتناقض، طبعا راح نيجي وناخذ عليه أمثلة بالتفصيل. والماثماتيكال اندكشن بالعربي الاستقراء الرياضي، برضه راح نيجي وناخذ عليه أمثلة بالتفصيل. الآن الدايركت بروف لحاله في عندنا ست أنواع له، في ست أنواع. النوع الأول proving conditional statement، إذا أول إشي إثبات العبارة الشرطية اللي هي الإف ذن، لما واحد يقول لك بي ذن كيو، هاي العبارة اللي بدي أثبتها. في برضه نوعين، إما بثبتها دايركت أو بالكونتروبوزيتيف. هذول النوعين كلهن من النوع الأول بالقسم الأول اللي هو proving conditional statement، إثبات العبارة الشرطية. النوع الثاني بالقسم الأول proof by cases، البرهان الرياضي بالحالات المختلفة، هاي لما يكون عندنا عدة حالات case 1 case 2 وهكذا. النوع الثالث proving equivalent statement، إذن كيف نثبت عبارة التكافؤ اللي هي if and only if p if and only if q. النوع الرابع proving existent statement، كيف نثبت العبارة الـ existence. existence يعني لما زي يقول لك يوجد x such that إلى آخره، هاي إلها إثبات معين ورح نأخذه. proving uniqueness، اليونيكنس شو هو؟ لما واحد يقول لك إنه مثلا يوجد عندي عنصر وحيد x ينتمي إلى z such that إنه مثلا بحق خاصية معينة. أما آخر إشي proving not all statement، يعني عبارة اللي بكون فيها not all، not all يعني بقول لك ليس كل مثلا not مثلا لكل x ينتمي إلى r إنه بتحقق خاصية معينة. طبعا هذا كلام سريع بس أنا هنا قسمت الأنواع حتى تشوفوها كقائمة، ولكن كل نوع راح نمر عليه ونحكي عنه تفاصيل أكثر ونأخذ عليه أمثلة وافية وكافية. طيب إن شاء الله نبلش بشرح الدايركت بروف. قلنا أول قسم من أقسام البرهان الرياضي هو الدايركت بروف. عندنا نوتس بعض الملاحظات. Direct proof assumes a given hypothesis or any other known statements and then logically deduces a conclusion. إذا شو بتحكي أول ملاحظة معنا؟ إنه direct proof أول إشي إحنا بنفترض معطيات معينة وبنفترض شيء معطى أو أي معلومات وعبارات رياضية معروفة سابقا، ومن ثم منطقيا نقوم باستنتاج نتيجة معينة. راح نفصل الحكي هذا وناخذ أمثلة عليه. النقطة الثانية بحكي لنا Direct proof probably the easiest approach to establish the theorems as it does not require knowledge of any special techniques. إذن بحكي لنا إنه Direct proof ربما هو أسهل طريقة approach اللي هو نهج وطريقة to establish the theorems يعني لإنشاء النظريات. ليش؟ لأنه لا يتطلب أي معرفة في أي تقنيات خاصة ومعينة. طبعا كل هذا لحد الآن كلام، مع الأمثلة الأمور راح تتوضح. برضو ما زلنا بالكلام، في عندنا remark بحكينا propositions of the form P then Q are shown to be valid by starting at P by writing down what the hypothesis satisfied and consequently approaching Q using correct implications. إذن بحكينا propositions اللي هي نظريات اللي شكلها P then Q اللي هي الجملة الشرطية are shown to be valid by starting، إذن يمكن عرضها وإثباتها
عن طريق البداية بالجملة بيه. إذا راح نبدأ بالجملة بيه عن طريق كتابة ما هي المعطيات التي تحققت والتي لدينا. and consequently approaching، ثم مباشرة التوصل إلى الجملة كيو عن طريق استخدام correct implications. implications زي ما حكينا زي هيك، هذولا نستخدمهم من عند بي حتى نصل إلى الجملة كيو. طيب بدنا نروح على example حتى نوضح كل الكلام اللي حكيناه سابقا واللي كان مجرد لدرجة كبيرة. بحكي لنا to prove that if x is an odd integer then x squared is also odd. هاي also طبعا. we do the next steps. إذا بدنا إحنا نثبت هذا الكلام if x is an odd integer then x squared is an also odd، يعني بحكي لنا إذا عندنا x عدد فردي معناته مربع و x تربيع أيضا عدد فردي. إذا بدنا نثبته بدنا نمشي بالطريقة التالية. بحكي لنا proof يعني البرهان. let p is true. شو يعني p is true؟ هاي هي جملة p، هاي p وهاي q، تمام. الجملة b if x is an odd integer، إذا بدي أبلش إنه p، أفرض إنه x is an odd integer. إذا بدي أحكي x is an odd integer، شو بستنتج؟ إنه x يساوي بقدر أكتبه على شكل 2n plus 1. إذا بقدر أكتب x على شكل 2n plus 1 وn ينتمي إلى إيش؟ z، يعني عدد صحيح. الآن لما أخذ الإكس تربيع شو بعمل؟ إكس تربيع اللي هو اللي جوها 2n plus 1 وبعمل له تربيع. كيف هاي بنربعها؟ كيف بدنا نفكها؟ بصير الأول تربيع زائد 2 بالأول بالثاني زائد الثاني تربيع. إذا الأول تربيع بصير 4n تربيع زائد 2 ضرب الأول بالثاني 4n زائد الثاني اللي هو الواحد تربيع 1. لاحظ إنه بقدر أطلع 2 عامل مشترك من أول حدين، بيطلع 2 عامل مشترك، بظل عندي جوا 2n تربيع زائد 2n وبرا زائد 1، تمام. هسا بحكي لنا ان ينتمي الى زد، معناته هذا العدد الجواني 2n تربيع زائد 2n برضو ينتمي الى ايش؟ الى زد. اذا بامكاننا نقول انه 2n تربيع زائد 2n يساوي m فرضا، وهذا الام ينتمي الى ايش؟ الى زد. لاحظ انه صار عندنا هاي الجملة اللي فوق صارت عندنا على الشكل 2m plus 1، لانه هذا افترضنا m صارت 2m plus 1 وام ينتمي الى زد. شو معناها؟ معناته هذا العدد x تربيع، معناته هذا العدد x تربيع قدرت اكتبه على صورة عدد فردي، اذا هو عدد فردي. اذا هيك احنا وصلنا انه q is true. بلشنا من عند p is true وتوصلنا لعند q is true وهو المطلوب عن طريق عدة implications. من وين اخذناهن؟ كل واحدة اخذناها من معلومة سابقة او من ايش؟ عبارات منطقية. يعني مثلا انا لما حكيت انه x يساوي 2n plus 1 هذا تعريف العدد الفردي، اني بقدر اكتبه على 2n plus 1. مثلا هون انا شو عملت بهاي الخطوة لما انتقلت من هون لهون؟ بس عملت simplification تحليل بالاعداد. الان انا بعرف انه 2n تربيع زائد 2n ينتمي الى زد. هسا لما يكون عندي عدد ينتمي الى زد ربعته وضربته باثنين بعدين جمعت 2 ضرب هذا العدد راح يضل عندي ايش؟ في زد. منين هاي جبتها؟ ايضا من الـ previous knowledge اللي هي المعلومات السابقة لدي، وهكذا وتوصلت إلى إنه العدد يكون فردي لو إيش؟ x تربيع is odd، وهيك بكون الإثبات اكتمل. كل هذا فقط توضيح لا غير. كل نوع من أنواع البرهان الرياضي راح نشرحه بالتفصيل ونأخذ أمثلة عليه ونوضحه لكم. لحد هون أنا بكون خلصت هذا الفيديو وبكتفي بهذا الحد. إن شاء الله بلتقي فيكم بفيديو جديد. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.